في سياق مغاير وبشان الصحي، تدعم مستشفى محمد الصديق بن يحيى في ولاية جيجل بمرفقين جديدين. الأول يخص مصلحة الأمومة التي كانت تعرف ضغطا كبير وظروف صعبة، فيما تم تحويل المرفق الثاني لمصلحة مرضى السرطان بعدما كانت القاعة القديمة عبارة عن مصلحة مختلطة. التغطية كانت لأيمن عبد الرحيم. على مستوى بلدية جيجل في قطاع الصحة، ثم الجميع عنده فكرة على وضعية مصلحة الأمومة بالمستشفى الحالي اللي كان ظروفه نوعا ما باش ما نقولش سيئة، لكن كانت ماهيش كما لازم لابد تكون. لذلك ارتئينا أننا استرجعنا هيكل كان مهمل لسنوات، حاولنا أننا درنا له دراسة تقنية، واليوم راكم شفتوا ارجع مصلحه للامومه، وممكن عندها قابليه للتوسعه ان شاء الله باش يولي مركز للطفوله او شبه مستشفى صغير تحوط الطفوله والامومه. كذلك بالنظر للوضعيه اللي كانوا فيها، اللي كانت فيها كيف تجري الفحوصات الخاصه بمرضى السرطان، بالمناسبه نوجه التهاني الخالصه لناس الخير نتاع جيجل، لانه هذا المرفق هذا تم اعاده التهيئه نتاعو والتجهيز على عاتق محسن من الولايه هذه، وهو كذلك مستعد انه يزيد يقدم اكثر. نحن نكسب بوغ النساء الحوامل والاولاد نتاعهم ثانيك، دونك ان شاء الله راح تنتفع بها المرأة الحامل إن شاء الله. إحنا تاني نخدمه في ظروف أحسن، بس كحين شوية الضغط وراح نخدمه في دي كونديسيون، دونك ما من المجهود اللي نبدلوه كي يكونوا لي كونديسيون ملاح ومتوفرين راح نخدمه كيما يكونوا خدموا ألاز، نخدموا بليس كو دابيتود.